السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاوتي بعد العودة اليوم غادي نوريكم لا ديفيرونس بين المرة اللي فاتت شفنا بين ويليام روج و سانتا ماريا في البواري في ليجاس. اليوم نوريكم لا ديفيرونس بين سانتا ماريا والكارمل ونهضركم شوية على الكارمل. شوفوا سانتا ماريا شغل هو الريبير باسكو هو المعروف كامل هو القديم كامل لي زالجيريان غير تشوفوا تعرفوا هاو لا كولور تاع الغصن والتشكيل تاع الاوراق تاعو تجي شويه متباعد والورقه تجي غليظه تجي كبيره هاو ليكم لا كولور تاعو يجي براسك مارون. سانتا ماريا مع ويليام روج راهي واضحه ويليام روج يجي احمر احمر قاني احمر قرميدي والسانتا رانا نعرفوها درك نشوفو الكارمل الكارمل خاوتي هاو الكارمل الكارمل العود تاعو يجي لاكولا يجي غلاسي غلاسي ويجي ليس بزاف ليس ليس بزاف ويجي كلاسي غلاسي ما يجيش احمر وما يجيش كيما سونطا يجي مارون ستادير يجي ماهولة ويجي غلاسي. والحاجه الاخرى الاكثر وضوحا هو في التشكيل تاع الاوراق نتاعو التشكيل تاع الاوراق يدير بكثره الاوراق تخرج من بوسه واحده ثلاثه اربع اوراق راكم تشوفوا خوتي ها يجي متقاربة بزاف تشكيل تاع الأوراق نتاعو، هاذي كيكون بالورقة، أنت كي راح تشري راسيني راح تشريها مطيحة الورقة، تسمى تعقل على لاكولار يجي كلاسي، هاي الإنسان اللي يكون شوية عنده يعرف يشوف هاو العود نتاعو كيفاش يجي داير ها، تقارب تاع الأوراق، الأوراق نتاعو تجي متقاربة بزاف تاع الصنف هذا الكارمل، ويجي العود كلاسي ها. هاوليكم كلاسي ما يشبهش لويليام روج وما يشبهش للسونطا وما يشبهش ثاني الباسكراسن باسكراسن باذن الله تعالى اليوم ولا غدوه ان شاء الله ندير لكم فيديو نطقوه. الشكل تاع الكارمل بصفه عامه الشكل تاع الكارمل تجي تشبه للسونطا ماريا ولكن تجي طويله شويه عليها وتجي خد بخد وتجي باهيه تجي باهيه بزاف الكارمل تجي عندها وجه شباب. الانتاج تاعها انتاج اكثر من سانتا ماريا انتاج غزير انتاج مليح بزاف. ما كانش عندنا الفرصه باش نصوروا لكم الجنان تاع ولا الغله تاع الكارمل بصح رانا نوصفوكم وراهي مطلوبه بخصوص اللفحه الناريه. المعلومات اللي عندي تقول باللي انه صيف مقاوم مليح احسن من السونطا واحسن من الباسكراس شحال يشد في الشومبر فروا هذو كاع دي زانفورماسيون على سيم كارمل يشد كيما سانتا ماريا. عموما الباسكراس هو اللي يشد كامل في العائله تاع الايجاز يشد حتى لويموا ويموا 8 شهور في الشمبر فروا الباسكراس لا ريكول تاعو في هذه الايامات في هذه النهارات. لا سمحوا لنا ندخلوا نصوروا لكم الجنان وهذه هي ربي علمنا. خوتي اللي عنده سؤال ولا اللي عنده تصحيح للمعلومه يكتب لنا في الكومنتير نتقبلوها بصدر رحب رانا هنا باش نتعلموا. وحاجة اللي نقول لكم انه هذا الصنف هذا راه متوفر على مستوى المشتله ما كاش بزاف اللي يحتاج يدير كوموند ومرحبا بكم خميس مليانه ولايه عين الدفله.